السلام الله عليكم متابعي القناة الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. من خلال هذا الفيديو حبيت فقط نوضح أمر، يعني هذه الأيام كل ما ينزل درس نلقى في التعليقات يعني بعض المتابعين يقولوا لي يا أستاذة وعلاش راكي تنزلي في الدروس، رانا في عطلة يعني ما كاش اللي راح يتبعك. المهم حبيت فقط نقول لكم بلي انا عندي ظروف خاصة، يعني ظروف خاصة جدا في شهر سبتمبر ان شاء الله، يعني مانيش راح نقدر نكون ديسپونيبل معاكم. حتى ولو كان كنت ديسپونيبل ماشي راح نقدر نشرح لكم الدروس يعني بشكل جيد. فوالا هذا هو السبب، نتمنى تتفهموا، نتمنى تتفاعلوا مع الدروس ومع القناة حتى تبقى القناة نشطة وما تتأثرش بالغياب. فوالا voilà.